أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوة أي من الذكر الحكيم يتلوها بعض الطلاب والمدرسين في معهد إصلاح بناء الأمة لتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية أيكمال لومبوك الشرقية إندونيسيا. فالآن مع التلاوة. الذي هم فيه مختلفون. كلا. أهلا وسهلا بمعهدنا معهد إصلاح بناء الأمة لتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية أكمل لومبوك الشرقية نوسا تنجارا الغربية إندونيسيا. ما يتساءلون عن النبأ العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، معهد إصلاح بناء الأمة تحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية أكمل لومبوك الشرقية نوسا تنجارا الغربية إندونيسيا. هذا المعهد يتكون من 5 مراحل دراسية: مرحلة الروضة والتمهيدية والابتدائية والمتوسطة والثانوية. منهج التعليم فيه متكامل ويسير المنهج على ضوء القرآن والسنة على فهم سلف الأمة، ويتميز بطريقة تعليم القرآن منذ إبان الصبا وتعليم العلوم الشرعية كمادة العقيدة والقرآن والحديث والتفسير والسيرة النبوية. يقوم المعهد منذ إنشائه بتكوين الجيل المسلم الملتزم بدينه على ضوء السنة النبوية مع الاهتمام بتهذيب النفوس. لقد تخرج منه عدة من حفاظ القرآن كاملا، وبعضهم التحقوا دراستهم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبعضهم في معهد العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الإمام في جاكرتا، وبعدهم في الجامعات الحكومية. لقد بدأ المعهد من 8 طلاب في أول نشأته، والآن بلغ عددهم 835 طالبا وطالبة، ولله الحمد. بدأ المعهد من 8 طلاب في أول نشأته، والآن بلغ عددهم 835 طالبا وطالبة، ولله الحمد. المدرسون والمدرسات: متخرجون من معهد العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الإمام ومن معاهد تحفيظ القرآن والمعاهد الإسلامية الأخرى. وختاما نرجو من الله عز وجل أن ينشأ من معهدنا أجيال ملتزمون بشرائع دينهم، يتخلقون بأخلاق كريمة، ويقومون بدعوة الناس إلى الله عز وجل. صلى الله على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ذلك اليوم الحق، فمن
شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوة أي من الذكر الحكيم يتلوها بعض الطلاب والمدرسين في معهد إصلاح بناء الأمة لتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية أيكمال لومبوك الشرقية إندونيسيا فالآن مع التلاوة الذي هم فيه مختلفون كلا أهلا وسهلا بمعهدنا معهد إصلاح بناء الأمة لتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية أكمل لومبوك الشرقية نوسا تنجارا الغربية إندونيسيا ما يتساءلون عن النبأ العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد سيعلمون معهد إصلاح بناء الأمة تحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية أكمل لومبوك الشرقية نوسا تنجارا الغربية إندونيسيا هذا المعهد يتكون من 5 مراحل دراسية مرحلة الروضة والتمهيدية والابتدائية والمتوسطة والثانوية منهج التعليم فيه متكامل ويسير المنهج على ضوء القرآن والسنة على فهم سلف الأمة ويتميز بطريقة تعليم القرآن منذ إبان الصبا وتعليم العلوم الشرعية كمادة العقيدة والقرآن والحديث والتفسير والسيرة النبوية يقوم المعهد منذ إنشائه بتكوين الجيل المسلم الملتزم بدينه على ضوء السنة النبوية مع الاهتمام بتهذيب النفوس لقد تخرج منه عدة من حفاظ القرآن كاملا وبعضهم التحقوا دراستهم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وبعضهم في معهد العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الإمام في جاكرتا وبعدهم في الجامعات الحكومية بدأ المعهد من 8 طلاب في أول نشأته والآن بلغ عددهم 835 طالبا وطالبة ولله الحمد المدرسون والمدرسات متخرجون من معهد العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الإمام ومن معاهد تحفيظ القرآن والمعاهد الإسلامية الأخرى وختاما نرجو من الله عز وجل
أن ينشأ من معهدنا أجيال ملتزمون بشرائع دينهم، يتخلقون بأخلاق كريمة، ويقومون بدعوة الناس إلى الله عز وجل. صلى الله على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sejenak kita ikuti profil Ma'had Islah Bina Al-Ummah Aikmal untuk Tahfizul Quran dan Studi Islam di Lombok Timur, Indonesia. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا. أهلاً وسهلاً بمعهدنا معهد إصلاح بناء الأمة لتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية أكمل لومبوك الشرقية نوسا تنجارا الغربية إندونيسيا. آمن الرسول بما. Konsep pendidikan telah mengintegrasikan pendidikan TK, SD, SMP, MA menjadi satu kesatuan jenjang pendidikan dan memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum pondok pesantren yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Salih. Program unggulan yang diajarkan yaitu bimbingan dalam menghafal Al-Quran dan pengajaran ilmu-ilmu agama seperti akidah, Al-Quran, Al-Hadith, Fikih, Tafsir, Qiro'ah, dan Sirah Nabawiyah. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhid. Dengan pemahaman dan pebiasaan cara hidup yang sesuai dengan tuntunan sunnah agar terbangun keseimbangan antara IQ, ESQ, dan SQ. Pengelola dan tenaga pengajar di Ma'had Islah Bina Al-Ummah Aikmal Lombok Timur Indonesia, Murobi dan Murobia adalah alumni LIPIA Jakarta, Al-Furqan Gresik, Ma'had Imam Syafi'i Cilacap, Ma'had Al-Irsad Semarang, Pondok Modern Gontor, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, dan tenaga pengajar berasal dari praktisi pendidikan yang mengajar di tingkat SD, SLTP, dan SMA. Program kaderisasi santri unggulan secara berkesinambungan dengan capaian prestasi sebagai berikut. Pencapaian hafalan Al-Quran rata-rata 7-30 juz. Juara 3 Olimpiade Biologi tingkat SMP Kabupaten Lombok Timur. Juara 2 OSN SMP atau MTS Biologi tingkat Kabupaten Lombok Timur. Juara 3 OSN SMP atau MTS Fisika tingkat Kabupaten Lombok Timur. Medali perunggu Olimpiade Himafis Galileo Fisika di UNRAM. Juara 1 Olimpiade IPA se-Kabupaten Lombok Timur. Peringkat 2 Olimpiade Biologi tingkat SMP se-Lombok Timur. Peringkat 2 Olimpiade Fisika tingkat SMP se-Lombok Timur.
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. Ma'had Islah Bina Al-Ummah untuk Tahfizul Quran dan Studi Islam berlokasi di Aikmal, Jalan Koperasi nomor 105, Kecamatan Aikmal, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ahlan wa sahlan bima'hadina Ma'had Islah Bina Al-Ummah Litahfizul Quran wa Dirasat Al-Islamiyah Aikmal, Lombok Asyirkiyah, Nusa Tenggara Al-Gharbiyah, Indonesia. Ma'had Islah Bina Al-Ummah membentuk generasi Qur'ani Rabbani. Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turabah.